بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد مع نشاط جديد إن شاء الله بإذن الله. أول شيء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم وينير دروبكم ويسعدكم في الدارين يا رب العالمين. النشاط الأول هو هذا، عبارة عن بلاطو. كنت وريتكم شكل تقريبا بحال الزربية، هذا نوع آخر، الآخر كان عامر شوية، نحاولنا نقصه ودرت هاد الخشب ديال اللازير لأول مرة كان خدمه على البلاطويات ديالي، ودرت فيه هذا الصقلي الذهبي، ودرت معاه هذاك الأهرامات باش تعمر الزواقة ديالنا، وعطاتها واحد الجمالية جميلة بزاف. إذن هذا هو البلاطو ديالنا. البلاطو ديالنا عندنا 50 على 40، 50 على 40، هذا هو البلاطو الأول ديالنا. إذن استعملت فيه هذه القطع الصغيرة، وهذا القطع مهم شكلته على شكل أرابيسك، زينته من الجوانب بلاستخاص. ها هم هادو، كاينين هادو وكاينين هادو ديال القنيتات. اما بالنسبه للعمل فهو مجموع كامل داخل الجلد، العمل مجموع كامل داخل الجلد. هذه اللي كتشوفوها في هذا اللون هذا ما هي الا لاتانت، تخدموا بها النجاره. استعملتها وفيرنيتو لخمس مرات، باش عطاني هذا اللون هذا، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم ويرق الاذواق ديالكم. هذا بالنسبه للبلاطو الاول ديالنا. هذا البلاطو الثاني، هو بحال البلاطو اللي كنت سجلت في الحلقات السابقه. التغيير اللي كاين هو انني زدت هاد العقيقات، هذا هو التغيير، وزدت ليستراس في الجناب. هذا هو التغيير اللي كان في هذا البلاطو بغيت نشير ليه. عندنا هذا البلاطو حتى هو خدمت ليه هذا القطع ديال الخشب من الجناب، هو تقريبا بحاله بحال الشكل اللي فات في الفيديو السابق. الاختلاف اللي كاين كاين في الطريقه ديال تزيين طبيعه الحال ديال البلاطو ديالنا. انا استعملت هاد الالوان، دخلت على اللون الفضي هاد الالوان هذه باش تعطي جماليه. وهاد الالوان ما هي الا صقلي، صقلي احمر ازرق واصفر. التغليف طبيعه الحال الجلد، الارجل ديال البلاطو ديالي هما هادو، ليستخاص في الجوانب ها هما هادو، هذا غير ديال الكولا ديال البيستولي، والايادي. وبطبيعه الحال التغيير كان في هاد الجوانب هادي. وبقى لي البلاطو الاخير اللي هو هذا. هذا هو الشكل الجديد اللي استعملته، ها هو ده. عنده مرآة لداخل، تزيين زينته بهاد القطع ديال جوج سنتيم في الجوانب، كاينين حبيبات أو الحمصات في الجوانب، كاين من الداخل ومن برا قطع ديال الخشب ديال اللازير من برا والداخل، عطاتو جمالية خاصة. اليدين ارتأيت انني نديرهم في الجوانب باش يخليو هاد المساحه عاطيه المنظر ديالها. التغليف كان فقط هنا، وطلعت الجلد بيه غير شويه هنا، راه مغطى بهاد القطع ديال اللازر، يعني العمل مفيني بهاد الصيغه هادي. الارجل هي هادي. هاد العمل صدقوني
جميل وجميل بزاف. التغيير اللي درت بالنسبة للبلاطويات اللي فاتوا أنني خليت المراية ديالي غير على هذا الجزء فقط، ها هو هذا، باش كتبقى تبان كل حاجة في البلاطو، وعطاته جمالية وعطاته ديكور. صدقوني هذا التصوير ما تيعطيش الصورة الحقيقية ديال البلاطو اللي مصنوع. عندنا هنايا لستخاص في الجوانب، صدقوني العمل عن قرب كيكون جميل وجميل بزاف. كإضافة بغيت نقول لكم بأن كل الأعمال ديالي اللي خدمتها على الخشب تابعها المسمار، ما تابعهاش غير الكولا بوحدها، وإنما تابعها المسمار. إذا لاحظتوا معايا ها هو ده هنا مسمار مضروب هنا، ها هو، ها هو في هاد الأماكن هنايا، كلها 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 تابعها المسمار. كاين في الجوانب حتى هما، ها هو ده مسمار، غير المسمار كيكون صغير ما كيبانش بزاف. العمل الا بغيتوه يكون متقون ومتقون مزيان، المسمار ما يخطاكمش. اذا الاعمال ديالي كلها اللي كنصوبها على الخشب كلها تبعها المسمار. نتمنى هاد الانشطه اللي وريتكم اولا هاد الاعمال اللي وريتكم تروقكم وتحاولوا تجربوها وتزيدوا جماليه للمنازل ديالكم. النشاط ديالي ديال اليوم اكتمل. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظكم ويلقاكم نشاطي هذا على خير، وان يدخل الفرح والسعاده الى قلوبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم. اترككم مع الاعمال التي قمت بعرضها الان. اذا هي هذه.